ناحيه رقم 10 عثماني محمد توسيع وشعار بقبضه اليد. مازال الخطر، مازال الخطر، مازال الخطر. تسديده بعيده، التسديده بعيده ناحيه عثماني. مرر ثم التوسيع راسيه باليد، باليد نعم، هنا فيه بطاقه اليد لانه واضحه، واضحه. ومساعد الحكم رفع يده يوسف مفتاحي، نعم شوف باليد واضحه. وحشود في الانتظار ثم التسديد ارضيه. شوف تسديده كانت ذكيه من حشود هنا، حشود كان ذكي جدا لانه ضرب الكره بكل قوه في صراع ثنائي. تنفيذ دائريه، الشبكة الخارجية دائرية جميلة، طرت إلى الشباك أم دائرية للرؤوس، فكانت دائرية إلى الشباك. هذا اللاعب حشود عبد الرحمن طويلة ناحية الهجوم، الهدف عن طريق اللاعب عجزي لصالح المولودية في الدقيقة 71 من الشوط هذا من هذه المباراة. في الكرة مخدعة أرضية، أين كان دفاع أهل برج بوعريريش؟ ما فيش مراقبة، لاعبين خرج وسط لاعب سويبع وكذلك عزي الذي سجل الهدف. جاءت الكرة وكأنها فرحة أنصار المولودية الذين جاءوا إلى أهل برج إلى مدينة برج بوعريريش. شوف هاي الكرة، اللاعب شوف عزي منين يدخل، ما فيش تسجيل من وراء، ما فيش كرة، هدف صحيح، هدف صحيح. والاحتجاجات متواصلة. فوز اليوم فهو الفوز الثالث من خارج القواعد أمام دفاع تجنانت، وكذلك التسديدة العارضة الأفقية زياد، كانت تسديدته قوية. دفاع المولودية أكثر ثلاثية ممتازة فرحان بكل ذكاء هذين اللاعبين. مراوغة جسمانية رايعة إلى الدرجة، التسديد والحارس شوشي ومراوغاته الجميلة والتسديدة القوية من درارجة. غزال خريفي فيصل يمر ناحية شواطي مرة أخرى عزي. شوف هنا كادت أن تأتي يا التعادل يا الكار، كادت نهاية اللقاء. وجينا لست الجزائر ميكي داستي.